وهاي القهوة اليوم راح أحكي عنها عند أخوي أبو حامد، شاب إماراتي بلش من بيته يحمص كيلو واحد وظل لمدة 6 سنوات مرة عمرة مرة عمرة لحد ما عمل القهوة اللي هو بحبها السبيشالتي قهوة، وصار يبيعها للأفراد وللأماكن القهوة. أنا تيمور موج، وأهلا وسهلا فيكم في حلقة شيف مان أبو ظبي. خليني أحكي لكم أكثر عن السبيشالتي كافي. خلينا أعرفكم هلا على الشاب الجميل وذو الابتسامة الرائعة، بجوز من كثر شرب القهوة أعرفكم على أبو حامد. يا مرحبا. السلام عليكم. سلام. شو أخبارك؟ كويس. بخير الله يسلمك. أنا أول شيء جدا سعيد وبتشرف إنك أنت دخلتني عندك على المصنع اللي يعني إيش أقول لك، يعني إحنا موجودين هلا في المستودع اللي أنت بتجيب فيه القهوة السبيشالتي. صحيح. وليس الكوميرشل. لا. صحيح. نعم. وأنا هلا بعطيك المايك تقول لي أنت كيف بلشت عم أبو حامد. نعم. أوكي. ولوين بدك توصل وايش الفكره، يعني كيف اعطيني بدايه بس، لانه انا دائما ببحث عن قصه ابو حامد. تمام. يلا. طبعا البدايه حب القهوه قديمه. من بدايه الالفينات يعني، واستمر حب القهوه عندي لغايه ما تولدت فكره اني انا استورد قهوه من برا. حلو. بدايتها كانت قهوه محمصه جاهزه من برا وابيعها على الناس اللي تحب القهوه محليا. بعد فتره تبارك الرحمن شفت الاقبال على القهوه قاعد يتزايد يعني، فطلعت فكرة ليش ما أنا أنشأ مشروع محمصة. حلو. وتكون للقهوة المختصة من البداية. حلو. ما تكون كوميرشل بعدين أحول مختصة، فهذه كانت بدايتي. طيب احكي لي أنت، أنا شخصياً بعرف أنه القهوة بتيجي من مزارع، أنت إيش المزارع اللي أنت بتحبها وإيش أكثر قهوة أنت بتحب، أنه مزرعة أنت بتحب توصل منها القهوة وإيش الناس بيطلبوا بشكل عام. هي دول معروفة تنتج القهوة، عندك البرازيل، كولومبيا، إثيوبيا، كينيا. أوكي. أيضاً إندونيسيا في آسيا. احنا تقريبا نوفر اغلب المحاصيل من كل الاماكن، حتى لدرجه ان بدينا الشهر هذا وفرنا المحاصيل نفس المحصول هذا. اوكي. هو كله 24 كيلو فقط، اللي بيسموها النانو لوت، المحاصيل اللي هي المزرعه كلها، كل المزرعه بتطلع 24 كيلو من منطقه معينه في المزرعه. ما شاء الله. وطعمه يكون مختلف عن الانتاج اللي في المزرعه. وهي يعني سبيشالتي بالضبط. وفي ناس يعني هذول بيكونوا متذوقين جدا جدا للقهوه. نعم. طيب ماشي. وهلا هلا بس سؤال القوي. ايه؟ قبل ما ندخل على القهوه. ايه تفضل. انت شخصيا ابو حامد اي قهوه بتحب، اي مزرعه انت شخصيا ايش تحب تضرب انو قهوه؟ انا عن نفسي دائما بفضل البرازيليات الكولومبيات. حلو. بدي تعمل لي هسه قهوه. ايه؟ وتحمص لي اياها من الالف للياء. أبشر. واذوقها باذن الله واجربها ان شاء الله. ولازم تعرفوا شغله كثير مهمه، القهوه عالم كبير جدا، لكن الشطاره باللي بحمص القهوه، يعني كيف الطباخ عنده وصفه اكل بطبخ فيها. نفس الشيء انا راح اورجيكم الماكينه هلا كيف ابو حامد بحمص قهوته لكن بوصفته الخاصه، وهنا شطاره. تفضل. انا وراك. لا والله على اليمين. فهلا ابو حامد احنا طلعنا من المستودع، منطقه التخزين. حلو. وحاليا منطقه التحميص. منطقه التخزين طبعا نسيت اقول لك انها متحكمين في درجه الحراره والرطوبه. انا حسيت الجو على اساس انها تحافظ على نكهتها وعلى رطوبتها ايضا. يا سلام. تفضل. يلا يلا انا من بعدك. شكرا. ما شاء الله ما شاء الله تبارك. هي طبعا حماصه لورينج، اكبر حماصه لورينج في دوله الامارات العربيه المتحده حاليا ما شاء الله لغايه اللحظه هذه. يا سيدي ان شاء الله منها الاكبر. الله يجزاك خير. طبعا حلو. شايفين يا جماعه القهوه بتكون بدايتها بهذا الشكل. حطوا لي بعدها طبعا انا على النظام الكمبيوتر انا. حلو. احدد الحراره اللي اريدها. حلو. تمام. اللي هي يفتح فيها الجيت وتنزل. أوكي. القهوه داخل، وايضا درجه الحراره اللي يفتح فيها الجيت وتنزل القهوه برا، فهي اوتوماتيكيا راح تسحب لك القهوه هي بالشفط لفوق وتنزل. توصل الحراره المطلوبه، يفتح الباب اوتوماتيكيا. حلو. وتنزل القهوه داخل تتحمص. حلو. لما تخلص بعد 7-8-9 دقائق اوتوماتيكيا يفتح الباب ويشتغل معها التبريد في نفس الوقت. المهم يا جماعه الخير، وانا عم بستنى قاعد القهوه عم تتحمص
بطلع بحكي لابو حامد بقول له شو هاد؟ بقول لي احذر ايش؟ حطيت ايدي طلع شو لقيت؟ حجار. بقول له كيف يعني حجار؟ بقول لي انا بقول لك بس قبل ما اقول لك رجع كمان مره طلع لي بهاي هاي كمان عشان اورجيكم اكثر قهوه شقره. فانا بحكي لابو حامد بقول له كيف هدول طلعوا لحال تفضل عمو محمد. تمام عندنا اربع مراحل من مراحل ضبط الجوده. اوكي اول مرحله اللي هي هذا المغناطيس. هذا أوكي. مغناطيس قوي جدا. اوكي يمسك المعادن سواء كانت مسامير او حتى الحجاره هذه ممكن يمسكها. اذا تذكر احنا علمونا في المدارس المغناطيس يمسك المعدن فقط بس هذا من قوته يمسك المعدن حتى اللي في الحجر داخل عشان ما يطلع بالتحميص على اساس انه ما ينزل معانا ويستلم العميل قهوه فيها مثلا حجاره وتكسر عليه التروس المقاهي. أيه. الخطوه الثانيه من خطوات ضبط الجوده انه بعد ما تنزل القهوه يكون التنظيف يدوي عن طريق العمال اللي عندنا بحيث انه اذا في اي قهوه ما تحمصت التحميص المطلوب نهائي مقارنه بالحمص اللي احنا نبغاها هذه فاتحه. صحيح. هنطلعها برا. المرحله الثالثه اللي هو الجهاز هذا. اوكي. الجهاز هذا الدي ستونر. القهوه بعد ما تبرد ننزلها في الجهاز وتنشفط فوق شفط عن طريق قوه الهواء السحب. فالقهوه بما انها خفيفه الوزن تطلع فوق. صحيح. والمعادن والمسامير والاحجار كمان مره يعني اللي نفذ من هون اللي نفذ من المرحله الاوليه ومن المرحله الثانيه ما راح ينفذ من الثالثه. يا مرحبا. بدي قهوة. أبشر. الحين مش بعد خمس أيام. لا لا الحين أبشر إن شاء الله. هذه منطقة البار. أوكي. طبعاً معلومة على السريع بس مكان تحضير القهوة للقهوة المختصة تختلف عن المكان للكوميرشل القهوة الكوميرشل لأن العوامل التحكم اللي في المكان هذه أكثر. مثلاً تتحكم في درجة الحرارة لكل بويلر. حلو. تمام. تتحكم أحياناً في بعض المكان تعطيك خاصية تحكم في الضغط ضغط الماء. أوكي. تتحكم في بار بارين ثلاثة لين تسعة بار. فبنحضر لك قهوه الحين على الجروب هيد هذا اللي هو نحن مخصصينه حق القهوه هذه. اوكي بنعطيك اسبريسو وان شاء الله يعجبك. يلا انا معك. انت عارف من النظره يعني قهوه بالعافيه والله بلعب دور المراره ابو حامد بلعب دور الفوم بلعب دور الحراره بلعب دور النكهه بتعطيك الضربه مع الافتر تيست مع صحيح فول بودي زي ما بيقولوها يعني في هيك مزيج او مزيج كامل نكهات وبودي اي شخص بحب السبيشالتي قهوة ابو حامد اي شخص او صاحب مقهى بحب يعمل له خلطه خاصه ابو حامد كوفي سيلكشن هون في ابو ظبي موجود الرجل موجود وواقف على شغله وواقف على قهوته وواقف على تحميصته هو شخصيا وما في شيء عنده مخبى بالمصنع تيجوا بتشوفوا كل شيء من الالف للياء وبرجيكم ايش انواع القهوه المتوفره وبنصحكم كمان ايش القهوه اللي بتحتاجوها